دي حضراتكم مراسم تشييع جثمانين لعروسين توفوا بعد 48 ساعة فقط من زواجهم بسبب تسريب الغاز داخل مسكنهم. 48 ساعة فقط كانت فاصلها ما بين إقامة عرس الزفاف وإلى إقامة مراسم العزاء. كل الموجودين داخل الكنيسة الآن لتشييع الجسامين كانوا متواجدين من يومين في مراسم الزفاف، ولكن القاتل الخفي الغاز تسرب إلى شقتهم وقضى على حياتهم وماتوا مختنقين داخل مسكنهم بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة. وتجري الآن تشييع جسمهم إلى مسواهم الأخير بمقابر العائلة بمنطقة الخنكة أو الخصوص بالقليوبية. مشاهد حزينة جدا الآن على وجوه الجميع بعد تشييع جثمان العروسين مينا وماريا إلى مسواهم الأخير بمنطقة القليوبية. يعني مشهد صعب الحقيقة، العروسين بعد 48 ساعة فقط من زواجهم وزفافهم إلى مسكن الزوجية بيتم الآن تشييع جسمهم إلى مسواهم الأخير بالمقابر. يعني يعني احنا متواجدين الآن في كنيسة ماري جرجس بمنطقة الخصوص بالقليوبية في تشييع جثمان العروسين مينا وماريا اللي توفوا من ساعات صباح مساء أمس بعد إصابتهم بحالة اختناق من تسريب الغاز في مسكن الزوجية اللي زفوا إليه من 48 ساعة بس. كان فرحهم في إحدى كنائس منطقة عين شمس بالقاهرة، تم زفافهم إلى شقة الزوجية في مدينة السلام وبعد كده توفوا، والآن نحن في كنيسة ماري جرجس بمنطقة الخصوص في الأنوار. يعني أعداد كبيرة جدا موجودة داخل الكنيسة زي ما حضراتكم شايفين، الأقارب والأهالي والأسر والأصدقاء والمحبين والجيران والمتعاطفين كلهم متواجدين الآن بكثافة داخل كنيسة ماري جرجس. بننتقل مع حضراتكم مع المشيعين للجثمانين إلى المقابر بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، مقر العائلة ومسقط رأس العروسين مينا وماري عروسي السلام.